صار الزلزال الساعة 4:17 دقيقة، كنا نايمين. صارت أول شيء إجا صوت، بلشت الأرض تهز. أما على الصوت نحن أول شيء طبعاً على حكة الأرض. أما أنا ساكن مع أخوي طبعاً، الأولوية للأطفال الصغار. شلنا الأطفال طلعناهم برا، وبعده طولت تقريباً شي دقيقة وشوي، شي 80 ثانية تقريباً، مع صوت مع رجة هيك وبنقطعت الكهرباء بنفس الوقت. شلنا الأولاد حطيناهم برا، وشلنا كمان أغراضنا ونزلنا على الحديقة مشان ما توقفونا البناية أو الشيء اللي ساكنين فيه. بالنسبة للإجراءات هون، الإجراءات كتير متحسنة، يعني إنه فوتوا العالم. كانوا قبل يعطونا إجازات نحن المناطق اللي اهتزت، هلأ عم فوت نظام، يعني الإجراءات منيحة. Come on, man.